النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير، البداية دائما مع العناوين. منظمة طلائع البعث تقيم مهرجان مسابقات الرواد على مستوى القطر في حماة. وزارة التربية توقع 9 مذكرات تفاهم في المجالات التنموية والرياضية والثقافية والتعليمية والاجتماعية مع جمعيات ومؤسسات عدة. جولة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم على واقع التعليم الجامعي في محافظة السويداء. أهلا بكم. بمشاركة 960 طليعيا من الرواد على مستوى المحافظات من الصفين الخامس والسادس الأساسي، انطلقت في حماة فعاليات الدورة 39 لمسابقة الرواد. وليد سلطان وتفاصيل أكثر عن الفعاليات. بمشاركة 69 طليعيا من الرواد على مستوى المحافظة من الصفين الخامس والسادس، انطلقت في حماة فعاليات الدورة 39 لمسابقة الرواد تحت شعار أملنا بشار لنكمل المشوار. نحن في سوريا تعودنا أن نكون أسرة واحدة، هذه الأسرة التي يشرف عليها ويرعاها القائد العظيم بشار الأسد هي كما هي. اليوم تحضر سوريا في حماة، اليوم حماة هي سوريا وسوريا هي حماة. اليوم ما شاهدناه توافد الوفود وبأعداد كبيرة من المحافظات السورية كلها هي عبارة عن تجمع جماهيري ولمة فرح جميلة سورية تواكب انتصارات جيشنا وتواكب ما تعودنا في سوريا بأن سوريا هي وطن الجميع. يعني اليوم ما شاهدناه في حماة هو مهرجان صيفي لأنشطة رائعة يدل على عودة سوريا إلى ألقها، سوريا التي اعتادت دائما أن يكون هناك أنشطة لطلابها في الصيف والشتاء نراه اليوم في حماة. بالتأكيد جهود كبيرة بذلتها المنظمة وبذلتها القيادة الإدارية والسياسية في حماة لتكون حضن دافئ لكل أبنائنا الذين تعودوا. أنا أذكر تماما منذ سنوات طويلة كان هناك لقاء لطلائع البعث في حماة يذكره طلاب الجامعات اليوم، كيف باتوا لدى الأسر الحموية والكرم الحموي والشجاعة الحموية وتعلموا صفات هذا الشعب العظيم. تأتي هذه المسابقة بعد سلسلة من المسابقات على مستوى الفرق والوحدات ثم المناطق والفروع في 52 اختصاصا علميا وفنيا وثقافيا ورياضيا. نحن الآن في ضيافة أهالي حماة كمنظمة طلائع البعث بالتنسيق والتكامل مع وزارة التربية. نحن نتيح الفرصة لأصحاب المواهب والإبداعات المميزين على مستوى الجمهورية العربية السورية ليتنافسوا في اختصاصات حوالي 50 اختصاص، وبالتالي طبعا اللجان التحكيم هم من ذوي الاختصاص العالي. لا علاقة لنا كمنظمة أو يعني لا يوجد أي تدخل على الإطلاق، موجهين أوائل على مستوى الوزارة، اتحاد كتاب عرب، اتحاد فنانين تشكيليين، نقابة الفنانين. تجربة الرواد الطلائع هي تجربة رائدة في منظمة الطلائع واعتدنا عليها، هي من أجل خلق روح التنافس لدى أبنائنا الطلبة وأيضا تنمية المهارات لدى أبنائنا الطلبة من خلال فكر جديد متميز، إضافة إلى ذلك هي حالة مجتمعية. والهدف من اختبارات المسابقة قياس المهارات والقدرات والمواهب التي يمتلكها الطليعيون وهي شفهية وعلمية وخطية. طبعا أنا سعيدة جدا بمشاركتي هون، مشاركة جميلة جدا، وجودنا بحماة أمر رائع، فيها منافس فيها قوي وكل الناس يعني جاي لتقدم بويت. أكيد نحن في منافسة قوية على مستوى القطر العربي السوري، كلنا مجتهدين وتعبانين وإن شاء الله بنوصل لأفضل النتائج. وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث تفتح المجال أمام الرواد الطلائعين لتنمية مواهبهم ورعايتها، فهم رجالات المستقبل المشرق لسوريا المتجددة. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. ضمن نشاطات وزارة التربية تم توقيع 9 مذكرات تفاهم في المجالات التنموية والرياضية والثقافية والتعليمية والاجتماعية تعزيزاً للعمل الأهلي والتعاون مع مختلف القطاعات. مراسلة التربوية واكبت التفاصيل وعدت التقرير الآتي.
انطلاقا من أهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز العمل الأهلي والتعاون مع مختلف القطاعات، وقعت وزارة التربية 9 مذكرات تفاهم في المجالات التنموية والرياضية والثقافية والتعليمية والاجتماعية. اليوم تم توقيع اتفاقية مع وزارة التربية ونادي المحافظة في مدينة حمص فيما يخص التعاون لإنشاء مراكز رياضية وتدريبية لأجيال المستقبل إن شاء الله. طبعا هذه الاتفاقية تنص على استخدام المدارس التي تمتلكها وزارة التربية في محافظة حمص لأنه نباشر بإعادة تأهيلها وفتح مراكز لكل الرياضات والأنشطة الرياضية على مستوى محافظة حمص. لدينا مشروعين مهمين، أولهم مشروع مدينتي هو العمل على موضوع البيئة وتدوير المخلفات الصلبة وتعليم وتدريب الأطفال، ثم مشروع هام جدا هو مشروع الحرفي الصغير الذي يهدف إلى تعليم الأطفال المهن الحرفية والمحافظة على المهن التي قاربت وشرفت على الانقراض والاندثار. ووزارة التربية مشكورة قدمت لنا كل الدعم والتسهيلات لإنجاح هذه المشاريع، إضافة إلى مشاريع مستقبلية سيتم بحثها بالتعاون مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي. ركزت مذكرات التفاهم على التعاون في تأهيل المدارس وصيانتها وتأمين مستلزماتها وتعويض الفاقد التعليمي ودعم عودة الأطفال المتسربين إلى المدرسة وتقديم أشكال الدعم النفسي الاجتماعي والدروس التعويضية للطلاب، إضافة إلى دعم التدريب المهني وبناء قدرات الكوادر التعليمية وتعزيز أنشطة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة. وفي نفس السياق، تم بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الصحي بين منظمة الصحة العالمية ووزارة التربية خلال لقاء وزير التربية ممثل المنظمة بالإنابة. التفاصيل في هذه التغطية. ضمن إطار خطة التعاون بين وزارة التربية ومنظمة الصحة العالمية، التقى وزير التربية الدكتور دارم طباع ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة إيمان الشنقيطي لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الصحي بين الجانبين. خلال الاجتماع ناقشنا الأمور اللي احنا مشتركة بيننا وبينهم، يعني أهم شيء يمكن هي مبدأ موضوع الصحة المدرسية وأطر التعاون بالنسبة للصحة المدرسية. هلا الموضوع الثاني اللي هو كمان بيشغلنا كثير وبيهمنا كثير اللي هو موضوع الوقاية من الفيروس الكوفيد 19 اللي احنا بنقدر نقول انه لسه ما انتهى، وبنطلع على الدول المجاوره وعم نشوف ارتفاع بالاعداد. فمن المهم جدا انه قبل ما يجي فصل الخريف انه نحاول نستخدم كل الطرق المناسبه حتى نحمي الطلاب المعلمين سواء كان يعني بمختلف المحافظات. تناول الاجتماع سبل التعاون ما بين وزاره التربيه ومنظمه الصحه العالميه فيما يتعلق بالصحه المدرسيه وطب الفم والاسنان. تاكدنا خلال الاجتماع على اهميه التعاون مع منظمه الصحه العالميه فيما يتعلق بالترصد الوبائي لفيروس كورونا وتسليم الصحه المدرسيه لاختبارات السريعة ودورها في تخفيض سبب انتشار الإصابات، إضافة إلى التعاون في مجال الصحة النفسية وحملات الصحة النفسية اللي تمت خلال شهر نيسان ودورها في تخفيض حالات القلق الامتحاني. هذا وبدوره أكد وزير التربية خلال الاجتماع أهمية دعم مديرية الصحة المدرسية بعيادات متنقلة لتأمين الخدمات الصحية في المناطق البعيدة، مشيرا إلى التعاون بين الوزارة ومنظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لجهة الوقاية من انتشار فيروس كورونا. ومن السويداء، تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم واقع التعليم الجامعي في المحافظة. مراسلة تربوية عدت التقرير الآتي عن الجولة. خلال جولته في محافظة السويداء، عقد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا ضم القيادات السياسية والتربوية والتنفيذية وعمداء كليات فرع جامعة دمشق في المحافظة. يرافقه رئيس اتحاد الطلبة دارين سليمان ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد الجبان وعضو المكتب التنفيذي عماد العمر بمبنى كلية العلوم في قرية المزرعة. اليوم نحن بتكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء
زرت محافظة السويداء للوقوف على فرع السويداء الذي يتبع جامع دمشق. أنا وزميلتنا رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا والسيد رئيس جامع دمشق للوقوف على واقع العملية التعليمية في كليات فرع السويداء. فرع السويداء يضم 7 كليات ومعهد تقاني. هذه الكليات بمختلف الاختصاصات، سواء في كلية الآداب أو كلية العلوم أو الزراعة أو كلية الميكانيك والكهرباء وغير ذلك. وأهم شيء أن نرصد واقع العملية التعليمية ومستلزمات العملية التعليمية، لأنها هي بالأساس من أجل تخريج قدرات وكوادر بشرية ذات مكانة علمية مميزة، من أجل دعم سوق العمل وأيضا من أجل العمل والولوج إلى سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع المشترك أو القطاع الخاص. وبالتالي سوف يتم من خلال هذه الجولة تفقد للعملية الامتحانية التي تتم حاليا للفصل الدراسي الثاني. سيتم لقاء مع الكوادر العلمية الإدارية، أي عمداء الكليات ونوابهم وبعض أعضاء الهيئة التدريسية، للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها زملائنا أثناء سير العملية التعليمية. وسنقوم بجولة إلى بعض الكليات أيضا في السويداء، وسوف نقوم بتقديم كل ما يلزم من دعم، سواء في موضوع إعادة التأهيل والصيانة، إعادة تأهيل البناء والصيانة وغير ذلك، تقديم التجهيزات اللازمة للمخابر ولوسائل التعليم التقنية، تجهيزات أيضا حاسوبية سواء للعملية الامتحانية أو شؤون الطلاب وغير ذلك. ودائما في رؤية سريعة وفي رؤية مستقبلية طويلة الأمد من أجل التوسع في بناء كليات ومعاهد في هذه المحافظة. إن شاء الله نتمنى لأبنائنا الطلبة في كليات السويداء كل النجاح والتوفيق. إن شاء الله أن نخرج بنتائج ومقترحات من خلال هذه الجولة مهمة، وسوف نرفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص أيضا. كما تفقد الدكتور إبراهيم سير الامتحانات الجامعية وواقع المخابر العملية في الكلية والسكن الجامعي الخاص في قرية نجران. بالطبع نحن كفرع جامعة نعمل بتوجيهات رئاسة جامعة دمشق، ونعمل بما يهم المسيرة التعليمية لفرع جامعة دمشق بالسويداء. بالطبع هناك سلة من الطلبات والاحتياجات لفرع الجامعة سيتم رفعها اليوم للسيد الوزير. هناك بالطبع ما سيتحقق عاجلا، ومنها منظور بالخطط المستقبلية لوزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة دمشق. من هذه الأمور التي تم سؤالكم للسيد وزير التعليم العالي بخصوصها من إحداث كليات أو بناء كليات جديدة أو إحداث أقسام، هذا هو كله مرهون بالخطط المستقبلية الموضوعة من قبل اللجان المختصة في وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة دمشق. تأتي هذه الجولة ضمن حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها. للتربوية السورية، سما هردانون، السويداء. وبالعودة إلى حماة، وفي سياق المسابقة المركزية لرواد الطلائع، حيث واكبت كاميرا التربوية أمس وصول الرواد الطلائعيين المشاركين في الدورة 39 المسابقة ضمن 52 اختصاصا وبعد سلسلة من المسابقات. تفاصيل أكثر في التقارير الآتية. التغاريد والأهازيج، رحبت محافظة حماة بالرواد الطليعيين الذين وفدوا إلى مدينة أبي الفداء للمشاركة في المهرجان 39 لمسابقة الرواد. طبعا اليوم إقامة مسابقة رواد طلائع البعث في محافظة حماة تأتي أهميتها الدرجة الأولى، أنها تسلط الضوء على القامات العلمية، على الأشخاص، على الطلاب، على طلابنا الأعزاء، طلابنا من طلائع البعث المتميزين الذين هم سيكونون علماء المستقبل وسيكونون رجال المستقبل الذين سيبنون سوريا. هؤلاء القامات المتميزة بكافة النواحي العلمية والثقافية والفنية والرياضية، اليوم تستقبلهم محافظة حماة، تفتح أيديها لاستقبالهم، يقيمون مع أطفال أبناء وأطفال محافظة حماة
محافظة حماة طبعا مستعدة وطبعا قدمت كل التسهيلات اللوجستية وجميع وضعت كل مقدراتها بتصرف منظمة طلايع البعث لإقامة هذه المسابقة المركزية على مستوى سوريا. طبعا اليوم منظمة طلايع البعث تقيم المهرجان القطري 39 لمسابقات الرواد على مستوى القطر لرفاقنا الطليعين المتميزين والموهوبين في كافة الاختصاصات من كافة الفروع. مشكورة مدينة حماة مدينة أبو الفداء استقبلت كافة الرفاق الطليعين من كافة المحافظات وشاهدنا رحابة الصدر والفرحة في عيون أخوتنا في محافظة حماة لاستقبال أبنائنا الطليعين من كافة المحافظات. كافة الفروع الطلائع موزعة على المناطق سواء في المدينة والريف لاستقبال رفاقنا الطليعين. طبعا كما تشاهدون الفرح يعم المحافظة، كل الجهود يعني تم تخصيصها من أجل استقبال رفاقنا الرواد من كل المحافظات. طبعا تم تنظيم العمل وتوزيع الرفاق على كافة المراكز، مراكز الامتحانية. بالنسبة لمدير التربية تم تجهيز المراكز الامتحانية بالشكل المناسب. أيضا تم تجهيز مراكز الإقامة والاستضافة طبعا بالتنسيق مع السيد محافظ حماة، وله الشكر الجزيل على جهوده الكبيرة لهذا التنظيم الكبير. أعرب الطلائعيون عن سعادتهم الكبيرة لما لمسوه من حسن الاستقبال والضيافة منذ لحظة وصولهم إلى حماة. أنا جيت من فرع فلسطين لطلائع البعث لأشارك على مسابقات الرواد. بالعكس الجو كتير حلو وشوق اللقاء نسانا كل الهموم وكل التعب وكل الشوق كمان. تجربة جديدة أول مرة بحسها يعني، ولا بعمري ما جربت هالتجربة، حاسة بشعور كتير حلو. أنا مشاركة بالغناء ونحن اجينا هنا حما وما اختلف شيء، هي كلها سوريا. كان أنا كثير شعوري مبسوط لأني قدرت اجتاز هاي المرحلة وصلت على حما، وكثير مبسوط لأني إسا بيناتكم. أنا حبيت كثير اشتغل بالرواد لأنها تجربة كثير حلوة، ودرست باختصاص الإعلام الصغير. أنا شعوري كثير مبسوطة لأني وصلت بالسلامة ومع رفقاتي واللي بحبهم وقرابيني كمان هون. أنا كثير مبسوطة باستضافتهم لعنا، وإن شاء الله يكون استضافتهم تكون حلوة وينجحوا هون بإقامة حماة. وكانت محافظة حماة بفعالياتها كافة قد أنهت الاستعدادات لاستقبال الطلائعين الرواد، حيث تم تجهيز الأماكن للإقامة وتنفيذ المسابقات. طبعا قمنا بالتحضيرات لاستقبال كافة الوفود عن طريق الأطفال عند الأهالي والمشرفين عند بالفنادق والمكان يليق برؤساء الوفود القادمة. طبعا تم تجهيز كافة التحضيرات وتوزيع الأطفال على الأهالي. بالتأكيد نحن اليوم في محافظة حماة، هذه المحافظة الطيبة التي تحتضن أطفال الوطن، أطفال سوريا، لأطفال منظمة طلائع البعث في مهرجان مسابقات الرواد. ونحن في هذه المنطقة الطيبة بشعبها وبأهلها فرع طرطوس لطلائع البعث سعداء جدا باستضافة هؤلاء الأطفال عند أهلنا الكرام في هذه المنطقة الطيبة. طبعا نحن نرحب برفاقنا في فرع طرطوس وفرع فلسطين في رحاب مدينة حماة في رحاب حي الشريعة. طبعا بشكر رفقات منظمة طلائع البعث اللي أتاحونا الفرصة تكون موجودين مع رفقاتنا. طبعا هذه المنظمة اللي كانت هذه القائد المؤسس حافظ الأسد. طبعا هذه الدورة أو مسابقات الرواد اللي تهدف إلى بناء هذا الجيل الطليعي المتسلح بالعلم والمعرفة المؤمن بأهداف قضيته وأمته. طبعا أهلا وسهلا فيهم. طبعا اليوم نحن موجودين بمحافظة حماة ومنحب نقول لهم شرفتوا مدينة حماة اللي هن الرواد الطلائع اللي هن وافدين اليوم لحماة، وأكيد حماة رح تستقبلهم بأحلى صدر وأحلى إقامة إن شاء الله، وبنتمنى إن شاء الله تتكرر أكثر وأكثر، وإن شاء الله سوريا بخير والله يحمي سوريا وقائد سوريا. هي حماة تفتح قلوب المحبة لتستقبل رواد الطلائع من محافظات القطر للمشاركة في المهرجان القطري 39 لمسابقات الرواد. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. أطفال اليوم قادة الغد، أبناء سوريا العريقة، يشاركون في مسابقات رواد الطلائع بدورتها 39 المقامة في حماة. إن مشاركة الرواد من محافظة الرقة في هذا المحفل الوطني يؤكد على وجود الرقة وبقاء الرقة
وأن أبناء الرقة متواجدين في جميع المسابقات على مستوى القطر في الجمهورية العربية السورية. رفاقنا الطليعيين جاءوا من محافظة الرقة ليثبتوا أن الرقة موجودة ولا زالت موجودة وستظل موجودة إن شاء الله. ورغم الظروف الصعبة لدى أبناء ريف الرقة المحرر، إلا أن العزيمة والإصرار كان الأقوى للخوض في المنافسة. من خلال مشاركتي في مسابقة رواد الطلاء أبعث رسالتي إلى العالم بأن الرقعة موجودة وستبقى موجودة في قلب سوريا. نحن أبناء سوريا العريقة سنثبت للعالم بأننا قادة الغد. يشارك فرع طلائع الرقة 19 رائدا ورائدة في مسابقة الرواد على مستوى الجمهورية العربية السورية. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا هيئة التميز والإبداع تعلن عن إطلاق برنامج أكاديمي في مجال النمذجة والتحليل الاقتصادي. أعلنت هيئة التميز والإبداع عن إطلاق برنامج أكاديمي جديد يضاف إلى عائلة البرامج الأكاديمية الخاصة بخريجي المركز الوطني للمتميزين في مجال النمذجة والتحليل الاقتصادي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل نخبة من الكوادر عالية التأهيل والقادرة على تحليل العوامل الاقتصادية والمالية والمساعدة على رسم السياسات والبرامج الاقتصادية وتطوير الحلول التي تساهم في تنمية وتطوير المجتمع. انطلاقا من رؤية هيئة التميز والإبداع إدارة البرامج الأكاديمية برفد المجتمع بنخبة من المتخصصين بكافة المجالات عالي التأهيل عندهم قدرة على الإبداع والابتكار لحتى يساهموا بشكل فعال بتنمية المجتمع بكافة المرافق المجتمعية. قامت إدارة البرامج الأكاديمية بافتتاح مجموعة من البرامج في حواضن مختلفة هي الجامعات والمراكز البحثية. مشاهدينا تتابعون يوم غد الاثنين في الرابع من تموز الجاري الساعة 7 مساء على شاشة الفضائية التربوية السورية وصفحتها الرسمية على الفيسبوك التربوية السورية لقاء خاصا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم حول مخرجات وزارة التربية ومدخلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تهم شؤون الطلاب. وصلنا إلى ختام النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. منظمة طلائع البعث تقيم مهرجان مسابقات الرواد على مستوى القطر في حماة. وزارة التربية توقع 9 مذكرات تفاهم في المجالات التنموية والرياضية والثقافية والتعليمية والاجتماعية مع جمعيات ومؤسسات عدة. جولة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم على واقع التعليم الجامعي في محافظة السويداء. كان هذا كل ما لدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.